إلا ديدون عبد العزيز كستين، رئيس جمعية التفاوي الأعمال الاجتماعية دوار تكمير بوبكر جامعة وقيادة الدراركة. كلي تسلم يعني جمعية انتفاويين لما قارن سلاح تكمير بوبكر. الجمعية أرت نشاط عماس لعدة مجالات، منهم إلا قيسن التعليم الأولي، النقل المدرسي، أرت نشاط عماس الشيق الرياضي اللي درنا الفرقة عماس العصبة، الشيق التيكواندو، أرت نشاط عماس المجال التعاونيات ورقان، الماء الصالح للشرب، يعني الماء الصالح للشرب الثاني قال الاساس للجمعيه. الجمعيه تاسس سنه 1995، الحمد لله يعني جمعيه التاريخ نس الف لا سوال 26 سنه. غصاد نسكريه تنسيق دمس المديريه الجهويه للصناعه التقليديه. النشاطات اولا الورشه اللي لنغصه، يعني الورش الملكي باش نقرب التسجيل غمس الضمان الاجتماعي للشباب نتقمين بوبكر، خصوصا الحريفيه، يعني ميد نتقمين بوبكر ولا او تدوارت ولا تقاديرت، كلشي الحريفيه غير درسنيات الفرصه باش تنتنين تستفاد غمس الضمان الاجتماعي. يعني البدايه تبدا سماس التغطيه الصحيه، من بعد الدرسين الحاق تنتني تستفاد غمس لا سينيسيس مشكل الامور هذني. غير افسفيد هي الميساج الشباب نتقمين بوبكرا ولا الشباب اللي منطقه كلوت باش تصارع باش تسجل الناس البرنامج هذا، شكون الورشه هذيك ورش ملكي، يعني اي واحد دارس الحق باش اكيس يستفد، سواء الصناع التقليديين سواء التعاونيات سواء اي حرفي توكت المجالات اللي غا يتنشط، يعني في جميع المجالات اللي غا يتنشط اي حريفي. ذا دور تو غاتشكر ميد اللي غادي تحضرني الغاصه الاعلاميين ولا سي محمد الحلاب اللي ديما الا نغجنب يحريفين لمنطقه الجامعه الدراركه، درتو السي حمادي تنتا قناه اتبير، درتو جريده الاسبوع ولا التحقيق ولا جريده امو ميديا. الرساله نو اللي راه دازنغ، يعني دازنغ يميد المسؤولين باش ادقينا فوس غفوس دماس الحريفيه انت مازرت باش تنتني الدرس اللي الحاق اللي كان وطني اكي استفدنا حتى نتني ساجينو، اولا الرساله راه دازنغ يميد المسؤولين انت مازرت باش تبيد الحريفيه باش تنتني تستفدنا على حق نسن اللي ياسني كفا الدستور يكفا سنت الورشاد الملكي باش تستفد تنتني التغطيه الصحيه السرولي نحيا قرات زود واللي استفدنا على البرنامج امو زود واللي دارت لها التغطيه الصحيه كل درسني ليها الحق هو ايكات يتستفاد الناس التغطيه الاجباريه التغطيه الصحيه باش من بعد ان شاء الله داسي الحق انت يستفاد الناس لاكيس يستفاد المسائل انتروانس يستفاد من شكل الامور هذني اللي سي تخوال البرنامج الملكي وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخ اليمني محمد رئيس الصناعة التقليدية الفخار بجامعة الدراركة، وتنشكركم على هذه المبادرة واللي عطانا سيدنا الله ينصرو ويجدنا فيه. جيت اليوم باش نتسجلت وتنا باش نستافد من التغطية الصحية أنا والوليدات ديالي، وهذا شيء كنا تنطلبوه من سنين. حنا الحمد لله من التسعينات وحنا تنطالبوا في هذا الشيء، تنطالبوا القطاع ديالنا باش يدخلنا في التغطيه الصحيه، لان حنا عمال صناعه تقليديه داك الشيء اللي تنشدوه تنصوروه تناكلوه حنا والوليدات ديالنا وعايشين من القوت ديال اليومي ديال الوليدات ديالنا، ولا قدر الله اي واحد صاب من الاولاد ديالنا او الافراد ديالنا تنضامنوا حنا بعضياتنا باش بواحد المشقة باش نعالجو الناس. والحمد لله تنشكركم تنشكروا الناس المسؤولين على هذا القطاع هذا اللي في جامعة الدراركة واللي تيمثلهم الحلاب الصديق ديالنا، وتا هو كان تيكافح معنا وجرى معنا على عدة مشاكل في هذا القطاع وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد الحلاب عضو غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، وكما كتلاحظوا اليوم كاين تسجيل في السجل الوطني للجامعة ديال الدراركة وبالضبط بدوار دار بوبكر
جمعيات تفاوين الاعمال الاجتماعيه. وكما كتلاحظوا اليوم كاين هذه البادره اللي قامت بها جمعيات تفاوين الاعمال الاجتماعيه بالتنسيق مع المديريه الصناعه التقليديه وايضا غرفه الصناعه التقليديه للجهات المسؤوله لتقريب الاداره من المواطنين وخاصه الحرفيين باش يسجلوا في هذا السجل الوطني للصناعه التقليديه اللي كتضمن لهم الحق اولا باش يستافدوا من عده اشياء مهمه اللي كتهمهم خاصة من هاد التكوينات والتمويلات، وثانيا ماشي هاد الحرفي ماشي باش يسجل تكون عنده الصفة اللي هي قانونية وماشي تكون غير بالسمية المهني باش ما يكونش غير الحرفي بالسمية. وهذا المشروع اللي هو مشروع ملكي الحمد لله واللي تعطات الفرصة لهذا القطاع وخاصة الحرفيين لا الخدماتيين ولا الفنية الإنتاجية. وحنا كممثلين ديال هاد الحرفيين كنا درنا التنسيق مع هاد الجمعية اللي هي جمعية فتية وكنشكروها من هذا المنبر. فيما يخص هاد الفوائد اللي غيستافدوا منها الحرفيين، كيستافدوا أولا في التغطية الصحية الإجبارية، وثانيا غيستافدوا حتى هما بحاله بحال أي موظف في الإدارة، ممكن ليه يلوج للمصحات العمومية وحتى هو بحاله بحال أي موظف. لهذا هذه هي الميزة اللي كيطلب بها الحرفيين شحال هذه. ثانيا غتكون الاستفادة ديال التعويضات على الدواء والتعويضات عن المرض، وثانيا غيستافد كذلك من التعويضات العائليه مستقبلا ان شاء الله القريب، وثالثا غيستافد من التقاعد ديالو اللي الحمد لله الوزاره ولا هذا المشروع ديال جلاله الملك اللي كنشكروه من هذا المنبر اللي كيطمح ليه لهاد الحرفيين. دابا غتولي هذا منه الحرفي اقل بكثير من اللي كانت سابقا، ربما غتكون شي 1300 ولا 1400 نقطه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومن هذا المنبر كنشكر هاد المنابر الاعلاميه اللي جات ديما كتواكب هذا العمل اللي هي كتقوم بها الجمعيات، وايضا ممثل الساكنه وايضا الادارات اللي هي مختصه بهذا المشروع. والحمد لله كنشكركم من هذا المنبر، وعاود مجددا كنجدد الشكر لرئيس الجمعيه التفاوين اللي فتحت لنا الابواب واللي كنا درنا هذه البادره بالتنسيق مع هذه الجمعيه، وكنشكركم من هذا المنبر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.